بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا قلنا انه في بعض القضايا الساخنة خدنا قضية قسمناها اتنين، قضية العقوبة وشفنا ان في عقوبة وعدل وقضاء، وقضية ان في قانون. ايوة في قانون في العهد الجديد. قضية تالتة، قضية اسمها ايه بقى؟ قضية اسمها البدلية العقابية، هي من اولها كده ايه كلام يخوف. الكلمة دي ما جاتش في كتب الآباء، البدلية العقاب بالحرف ده ما جاتش، لكن هي يقصد بها إيه؟ كلمة عقابية يعني عقوبة، ودي اتفقنا موجودة ولا لا؟ موجودة، في عقاب. طب البدلية يعني المعترضين بيقولوا إيه؟ أن المسيح ما ماتش بدلا عنا، ده وجه الاعتراض، المسيح مات عشاننا. طبعا أنت أول ما تسمع كده تقول وهي فيها فرق، عشاننا ولا بدلا عنا تفرق ايه؟ صدقني انت ماشي صح ومريح نفسك، يعني انت مظبوط. لكن تعالى نمشي في تحليل الموقف. هما بيقولوا بدلا عنا دي خطأ، لكن من اجلنا صح. فبيقولوا ما كانش المسيح بديل، انما نقول من اجلنا. على فكرة في الانجليش انتوا بتقولوها في قانون الايمان for us، من أجلنا بتترجم for us، وعنا بتترجم for us. هي في العربي اللي عاملة أزمة، بس طبعا هي برضو في اليوناني عنا غير لأجلنا، أو البديل دي ليها كلمة غير الكلمة بتاعت for the sake of us، من أجلنا. هو عاوزين يقولوا إيه معترضين؟ عاوزين يقولوا أن الخلاص مش رفع عقوبة، خلي بالكم ده كلامه، إنما هو تجديد للطبيعة البشرية. يعني ربنا جه الدنيا عشان يرجع الحياة الأبدية اللي راحت من الإنسان، المعنى ده صح، لكن هو ليه يلغي إنه بيرفع العقوبة؟ ما خلي بالكم هم بيقولوا ما فيش حاجة اسمها عقوبة. فرجع يقول يبقى المسيح ما ماتش بديل عننا عشان يرفع عقوبة الخطية، هم بيقولوا كده. لا، حسب إيمان الكنيسة ده وده موجود في الشرح، ده اللي هنشوف. المسيح جه كذبيحة من أجلنا وعنا، وبديلا عنا، صلب عوضا عنا، حتى احنا بنقولها صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، فعنا دي في كلامنا احنا ما طول عمرنا، وكذلك من أجل رجوع الحياة الأبدية إلينا، لأنه ده التسلسل الطبيعي لعمل الفداء والخلاص. تعالوا نفهم القصة أكتر، لأنها نعرف أنها بعضكم مسمعش عنها، وبرضو تاني بطمنكم، إحنا كشعب بنقول قانون الإيمان، شايفين أن المسيح مات عشاننا وفدانا خلاص بس كده. تفاصيل بقى عشاننا وإزاي دي يمكن ما تفرق مع اللاهوتيين شوية، أنت كإنسان عادي ما يعني مش ما تنزعكش، لكن هوريكم إزاي الإنجيل والليتورجية، ما احنا اتفقنا هنمشي على دول، الانجيل بيقول ايه والقدسات والاجبية بتقول ايه، الاعتبار احنا دول اللي عارفينهم اكتر. اقوال الاباء بيسندوا طبعا رأي الكنيسة دايما. اولا هم ليه، ايه اللي خلاهم يوصلوا للفكرة دي؟ ايه دافعهم عشان يلغوا تماما فكرة ان المسيح مات بديلا او عوضا؟ ليه الحتة دي مضايقاهم؟ لانه طلعوا بعض الناس يتفلسفوا يقولوا ايه، طب هو دفع الدين لمين؟ مش انتوا بتقولوا اشترى من مين؟ ايه اللي من مين ده؟ هو اساسا المعنى كله ما هوش في حرفية، هو المسيح راح دفع فلوس، لكن هم حطوها بطريقة فلسفية، اشترى او دفع او بديل، حطوها بقى بتساؤلات كده تلخبط دماغ الناس. فهم فشلوا في الرد على تهكم الملحدين، فقالوا نشيل خالص فكرة العقاب ونشيل خالص فكرة البدلية. ليه؟ طلع واحد ملحد من 50 سنة قال يعني ربنا في السماء قاعد مبسوط بأنه ابنه عمال يتعذب، هو ده ربنا اللي بتحبوه؟ وهو ما فيش بديل للقصة دي، طب مش كان ربنا يسامح ويخلص؟ فلأنهم معرفوش يجاوبوا الإجابة الأبائية الكنسية الكتابية المقنعة، فقالوا خلاص نلغي فكرة إنه بديل ده. وطبعا وصلت النهاردة أن حتى آلام المسيح
بقوا يستهينوا بيه لأنه مش مركزين على موته وألامه، مركزين بس إنه هو جه يدينا حياة أبدية وخلاص بالتجسد. طب والفداء والألم والصليب، هنشوف دلوقتي بقية القصة. النتائج أحبائي لو مشينا ورا فكرتهم، الحقيقة ده معناه إن الغفران مش موجود في حساباتنا خالص، لأنه الصليب أساسه إيه؟ بيشيل عني الخطية قبل ما يديني البر ويديني الاتحاد بالمسيح والحياة الأبدية. هو أولا بيشيل عني خطاياي، وكلنا عارفين كده وكلنا تربينا على كده، إن دم المسيح بيغفر خطايانا. هو ما بيركزوش على دي خالص، هو كل تركيزهم انت المسيح اداك حياة جديدة وخلاص. ايوة، طب اداني حياة جديدة بس عن طريق الغفران بدفع دم الخطية بتاعتي، ده ما يلغيش ده. وانه ما فيش قيمة في الغفران او الكفارة، حتى كلمة كفارة دي قولك انتوا فاهمينها غلط لانها جت في الانجيل ما اقدرش يتجاهلها، لكن هم عاوزين يلغوها، يقولوا ده فكر يهودي انتهى. ازاي بقى؟ طب ده هو اساسا فكر يهودي عشان بيشاور على المسيح اللي هيعمل الكفار. الفداء او الفدية هي بدأت في الفكر اليهودي كذبيحة حيوانية اشارة الى المسيح المذبوح من اجلنا، مذبوح عنا. هو اليهودي لما كان يجيب خروف ليه؟ عشان ده يموت بداله، مش كده؟ مش كلكم فاهمينها كده؟ كان يحط ايده على الخروف يذبحوا الخروف. ليه؟ انا استاهل الموت، خطيتي راحت على البديل. هو اسحاق ابونا اسحاق لما كان هيتذبح، فربنا قال له استنى وجاب خروف بديل انذبح. يبقى البدليه دي موجوده، مش كده؟ محدش عمرنا قلق من الفكر، لكن هم بقى ضد البدليه وضد العقاب، فسموها ايه؟ البدليه العقوبيه. ده اختراع الكنيسه القبطيه. لا طبعا، ده فكر الآباء 2000 سنة. هنشوف بقية الكلام يمشي ازاي. طبعا ده بيدخلنا في مهاترات وفلسفة وكلام رايح راجع، بينما الإنجيل كان أبسط من كده وأوضح من كده. وقانون الإيمان اللي هو مرجعنا الأساسي في العقيدة قال من أجلنا ومن أجل خلاصنا، وبعدها بخمس كلمات قال صلب عنا، عنا تفيض عوضا عنا، بديلا لنا. قال دي وقال من أجلنا كمان. تعالوا نجاوب. بداية بنقول من أجلنا دي، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، من أجل خلاصنا، وبعدين فور أس، فور أس موجودة بالنسبة لكم، هي هي في الإنجليش، عشان كده أنتوا ما تكنتوش تحسوا قوي بالأزمة. إنما إحنا عندنا ده الكلام ده بقاله 20 سنة على فكرة، من وقت البابا شنودة القضية دي كانت مصارة عنا ولا لأجلنا، وكانت قصة طويلة كده. المرجعية الكتابية بقى، طبعا عشان نتكلم عن القصة دي، دي عاوزة مؤتمرات، لأنها عشان نفهم الفداء من وجهة نظر العهد الجديد بالذات. فعلا القصة دي يعني لو هناخدها كدراسة تاخد 10 محاضرات على الأقل، لكن أنا هرمي شوية آيات كده واطلع بأربع جوانب للفداء. عاوزكم تحفظوا في الآخر 4 كلمات، لو حفظتوهم خلاص فهمتوا الصليب ده ليه، الفداء ده كان ليه. هما 4 كلمات هنحفظهم وكلهم بالآر عشان ما تنسوش في الآخر. في الأول بس أجيب لكم بعض النصوص الكتابية الصريحة. يقول خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. دي توحي بإيه؟ بفكرة واحد يموت عشان الباقي يعيش، يبقى فيها فكرة الفداء واضح. وبيقول انه على فكرة الراجل قيافة ده لما قالها، هو قالها كمنه رئيس كهنة، يعني قال جملة مفيدة رغم ان قلبه او نيته وحش. وليس عن الأمة، بصوا كلمة عن اهي، هيموت عن الأمة فقط، بل يجمع ابناء الله المتفرقين الى واحد. يبقى فكرة ايه؟ For that nation only, he is for everyone. He is dying for everyone. عن أي حد، بديل لأي حد. كمان لما المسيح نفسه كان بيدينا جسده ودمه قال إيه؟ هذا هو جسدي الذي إيه؟ يبذل عنكم. عنكم يعني إيه؟ أنتم ما تموتوش، أنا موت.
انتوا ما تتعذبوش انا هتعذب. واضح عنكم ليه؟ لان هو بيموت بدلنا وعننا. وقال ابن الانسان لم ياتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فديه عن كثيرين. ransom for many. وقال ليه كثيرين مش قال عن الكل؟ لان مش الكل هيقبل الفداء، مش الكل هيؤمن بالمسيح، لكن هو ان كان عليه بذل ذاته فديه عن العالم كله. لكن اللي منهم هيجي للصليب ويؤمن بيه هيتمتع بهذا الفداء. انا بقى هكلمكم في جوانب كتابيه للفداء والخلاص، هاخد جنبين المحاضره دي وجنبين المحاضره اللي جايه عشان نحفظ اربع جوانب لفكره الفداء. الفداء ببساطه حسب قصص الانجيل، المسيح اتمسك واتصلب مات وقام وادانا الحياه الابديه. لكن ما وراء الصليب؟ ليه اتصلب؟ لاهوتيا هو ده حوارنا، يعني من ناحية القصة كلنا حافظينها. هو المسيح جه وقال من أجل هذه الساعة أتيت، كان جاي عشان يموت، يموت بالطريقة اللي اختارها كصليب، ودي لها أسباب كتيرة قوي. لكن لماذا الفداء؟ هنشوف كذا جانب شرحوا كتاب العهد الجديد وبالتالي كتاب كل التاريخ المسيحي الأرثوذكس. أول كلمة هنشتغل عليها اسمها to release أو to rescue. يعني إيه؟ إحنا مسجونين وبنطلع من السجن باللي عمله. لما اتصلب المسيح إحنا كلنا في سجن، سجن خطية وموت وفساد، مسجونين، والسجن ده ملوش حل، معناش مفتاح، وإحنا جوه مش بره. في واحد بس مع المفتاح، المخلص، the savior. فهو جه عشان يفتح ويحرر. فكلمة الخلاص أو التحرير ساعات تبقى deliverance to deliver out يعني، أو rescue أو release. دي أول كلمة عاوزين نحفظ. مثلا في كولوس يقولها إزاي؟ أنقذنا. يبقى الفداء مش بس تجديد الطبيعة، أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا لملكوت ابن محبته. يبقى طلعنا من السلطان بتاع الضلمة بتاع الخطية والموت والشيطان ونقلنا للملكوت. فعبرانيين يقولها ازاي؟ ويعتق. ركزوا على الفيربس دلوقتي، ليه؟ لان هي دي اللي بتشرح الفداء. الانجيل شرح الفداء مش اقل من 10 افعال، لكن احنا هنختصرها في 4 عشان نحفظها. فهنا يقول and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. يبقى هنا يعتق. يبقى احنا لما بنقول يا رب خلصنا كأننا مساجين وهنطلع من السجن، كأننا محبوسين وهنطلع من الحبس. واضحة الفكرة؟ وده قوة عمل صليب المسيح ودم. في حتة تاني يقول ايه؟ بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به. لم يرسل الله ابنه للعالم ليدين العالم بل ليخلص العالم. يبقى كلمة might be saved، يبقى salvation. He came to save us. He came to release us. He came to rescue. He came to deliver his people. واضحة؟ يبقى كل المعاني دي بتقول انه المسيح بيطلعنا من حبس الضلمة اللي هو الجحيم وجهنم في المستقبل الى ملكوت الفرح، ملكوت الخاص به، ملكوت ابن الله. كلمة تاني يقول ايه؟ بذله. بصوا بذله delivered him up for us all. وتلاحظوا في الآية دي انه نسب ان الاب بذل ابنه. يبقى مرة الابن بذل نفسه ومرة الاب بذل ابنه. ليه؟ عشان يبان الابن والاب متفقين في القرار وفي المشيئة. بس ده موضوع تاني. يعني ايه؟ يعني زي ما تقول المسيح قام ولا الاب اقام المسيح؟ الاتنين موجودين في العهد الجديد. ليه؟ لانه مشيئة الاب والابن والروح القدس هي مشيئة واحدة، لان الله واحد. مش كده؟ فالاب ارسل ابنه وبذل ابنه، والمسيح أتى يبذل نفسه عن الخراف، زي يقول الراعي يبذل نفسه. يبقى دي إرادته الخاصة وهي إرادة الأب أيضا. يبقى أول معنى احفظه معايا، أنا مش عاوز غير كلمة، ها، release أو rescue.
تاني كلمة مهمة for reconciliation، يصالح. برضو نستغرب أن بعض الكتاب المعارضين لفكر الفداء بالمعنى الشمولي ده ما بيركزوش على المعاني دي، مع أن الإنجيل ركز عليه. خلي بالكوا احنا مش ضد اللي بيقولوه في الآخر اللي هو الرينيول، هم كل تركيزهم على أنه كل الخلاص والفداء ده رينيول. طب ما اختلفناش، ما هو في الآخر تجديد الطبيعة ده ثمرة كل حاجة، لكن هو عشان نوصل لتجديد الطبيعة ونبقى طبيعة جديدة خليقة جديدة ونورث السماء، ما هو لازم يدفع الدين، ولازم إيه يتحرر الإنسان من الظلمة، ولازم يتصالح مع ربنا، لأن كان فيه خناقة إحنا السبب فيها طبعا مش ربنا. برضو ده مش كلامي، ده كلام الكتاب المقدس المشهود له من الآباء والقداسات وكل. بصوا مثلا في كولوسي 1 يقول عن لاهوت المسيح: سر فيه أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل. يبقى هنا في حاجة اسمها المصالح، عاملا الصلح بدم صليبه. أظن اللي أنا بقوله مش جديد عليكم ولا إيه؟ مش كده؟ يصالح الكل عاملا الصلح بدم صليبه. عشان كده احنا عندنا حاجة اسمها صلاة الصلح، ده كل قداس بيبتدي بحاجة اسمها صلاة الصلح. ليه؟ احنا اتفصلنا عن ربنا بإرادتنا بخطيتنا كلنا، وبقت في عداوة بين السماء والأرض احنا السبب فيها، وربنا من طيبته هو اللي سعى في الصلح مع انه مش هو اللي غلطان. عشان كده احنا لما نلاقي زعلة نقول لكم ايه؟ ما تقولش الغلطان هو اللي يصالح، اللي شبه المسيح هو اللي يروح يصالح، لأن المسيح هو اللي جاي يعمل المصالحة وهو ما غلطش طبعا، الغلط كله علينا. عاملا الصلح بدم صليبه، وبقى ويكمل بعد كده عشان يقول صالحكم الآن، يبقى الصلح تم بالصليب، ويحضركم قديسين، دي النتيجة في الآخر. مع المصالحة دي نرجع حبايب، نرجع في حضن أبونا، نرجع ولاده، ناخد الطبيعة الجديدة والسماء في الآخر. آية تاني في أفسس يقول: مبطلا بجسد وناموس الوصايا في لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسان واحد جديد صانعا سلام، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب. بصوا يبقى المسيح جاي يعمل ايه؟ عشان كده أثناسيوس حتى لما شرحها قال عمل كده على الصليب، كأنه بإيد بيلم اليهود وكأنه بإيده التانية بيلم الأمم ويرجعهم للآب، لأن دول وقعوا من السماء. هذه الفكرة ببساطة، يبقى في مصالحة بيعملها الابن بين كل البشر وبين الآب السماوي، عشان كده تعلق في النص. دي أحد كلمات أثناسيوس الرسول العظيم، لأنه بقى بين السماء والأرض متعلق عشان يعبر عن المصالحة. يبقى الفداء ما هوش فقط تجديد الطبيعة، وإنما في تخليص للإنسان، تحرير للإنسان، وهو أيضا مصالحة الله بالإنسان. ودي كلها معاني كتابية 100% ومسيحية 100% وتربينا عليها طول عمرنا. قاتلا العداوة، يبقى ما عادش في عداوة لا كده ولا كده، فاهمين؟ يبقى المسيح بالمصالحة صالح السماويين والأرضيين وصالح الأرضيين ببعض. ما تقولش يهودي وأممي، خلاص بقى كلنا في المسيح نبقى واحد، خلاص كلنا هناخد معمودية واحدة لو دخلنا من الإيمان الواحد. ويقول جب بشاركم انتوا البعيدين والقريبين بي لنا كلينا، يعني يهود وأمم، قدوما في روح واحد إلى الآب. نرجع للآب كده إيه؟ بالروح القدس الواحد. في روميا خلي بالكوا، كولوسي قالت وأفسس قالت، وديكو روميا كمان بتقول نفس فعل المصالحة: إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله. يبقى إحنا كنا أعداء وتصالحنا بربنا بالصليب بموت ابنه، بالأولى بقى نخلص بحياته اللي هو تجديد الطبيعة. ويقول نفتخر بربنا يسوع الذي نلنا به الآن المصالحة. يبقى كلمة reconciliation كلمة مهمة ودقيقة جدا في قاموس شرح الفداء. الفداء عمل مصالحة. عبر عن المصالحة دي بحركة عجيبة، انه لما المسيح مات على الخشبة الهيكل حصل في حاجة، انشق حجاب الهيكل من فوق لتحت. ليه؟ اصل الحجاب ده
هو دليل العداوة، الحاجز اللي بين الناس وربنا. لما تشق الحجاب اتفتحت الحكاية، فهمتوا الفكرة؟ فبانت المصالحة بحركة بسيطة في عينين اليهود البسطة. ايه ده، احنا هنشوف قدس الأقداس بعينينا، او هنشوف القدس بعينينا؟ دي عمرها ما حصلت، لانه المصالحة حصلت فتشق الحجاب بين الاثنين. يبقى انتوا حفظتوا كلمتين، والسيشن الجاي هيبقوا كلمتين تاني، كلمة ايه؟ ريليس، وكلمة ريكونسليشن، والاثنين موجودين في شرح الفداء. فاضل عشان تبقوا عارفين ريدمشن اللي هي دفع الدين او التكفير الكفارة، وفاضل الرينيول. دول كده هيكونوا لنا المفهوم من اكتر من جانب ويريحونا. كل ده حصل في الصليب.